ولله الحمد جدة موقعها الموقع من يمينها من يمينها بيت الله الحرام، ومن يسارها قبل قبر رسولكم الكريم. وهذه اللي أنا عندي عدد يميزها على ما فيها من بعض المرات يعني رطوبة، ولكن إن شاء الله رطوبة ما هي إلا بخير. شكرا لكم يا أخوان، وأتمنى لكم أيام سعيدة. شكرا. بارك الله فيكم.